يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا قائم على يتامى وأود أن أعرف هل في أموالهم زكاة، وهل لي أن أنمي أموالهم بالتجارة، وما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ نعم، الواجب إخراج زكاة الأيتام نيابة عنهم، يخرجها وليهم ووكيلهم نيابة عنهم ولا يتركها، لأنها من الحقوق الواجبة عليهم في أموالهم، فهو ينوب عنهم في ذلك. أما المتاجرة بها إذا كان هذا من صالحهم فإنهم يتاجروا بها، لأن هذا من صالحهم تنمية أموالهم. أما أنه يضعها في متاجرة محرمة أو مشبوهة، أو أنه يضعها في مساهمات لا يدرى ماذا تؤول إليه، قد كثر فيها الآن، كثر الخسارات والنكسات، فلا يعرضها، ما يعرض أموال اليتامى للخطر. نعم.